دراج مراد، عندي 21 سنة، بحب الموتوسيكلات أكتر من أي حاجة في الدنيا. إحساس على الموتوسيكل إن هو كل حاجة عندي، هي أكتر حاجة بعرف ألعب بيها، متمكن منها، بعرف أبسط الناس اللي حواليا بشو صغير، مش بغامر بحياتي ولا أي حاجة، بس بحب يعني ألعب بالموتوسيكل قصاد أي حد، أوريله الموهبة اللي عندي، أنا بعرف أعمل كده بتاع. من صغري كان بابايا وأخواتي بيركبوا موتوسيكلات، بس فكنت حابب الموضوع قوي من صغري، كنت بشوف اخواتي بيركبوا موتوسيكلات وبتاع، كنت بشبط فيهم وكده. وصلت المستوى ده ان انا بحابب الموتوسيكلات قوي، بتفرج على ناس كتير قوي على اليوتيوب مثلا، بشوف هما بيعملوا ايه، انا حابب ان انا اعمل زيهم. بس كنت بركب الموتوسيكل بطلع اقع شويه اتعلم شويه، جربت الموضوع كذا مره لحد ما جه معايا يعني وفشت الموضوع كويس. نفسي البلد دي بجد يعني يكون في حد يرأي يبص الموضوع الموتوسيكلات ده بناحيه ايجابيه شويه، بس ان شاء الله يعني شايف دلت مع الموتوسيكلات مع حبي ليها ده ان شاء الله يعني عاوزه.